إليكم ابرز عناوينها. جلاله الملك يخصص حيزا مهما من خطاب افتتاح السنه التشريعيه الجديده للحديث حول القيم المغربيه الاصيله كمنظومه متجذره في وجدان المغاربه وبوصله لتجاوز الازمات والمضي قدما نحو المستقبل. تقرير الامين العام للامم المتحده الى مجلس الامن حول الصحراء المغربيه يشيد بديناميه التنميه في الاقاليم الجنوبيه للمملكه، ويؤكد ان الجزائر طرف في النزاع الاقليمي المفتعل حول مغربيه الصحراء. ازدال الستار بمدينه مراكش على اشغال الاجتماعات السنويه لصندوق النقد والبنك الدوليين، واشاده من رئيس مجموعه البنك الدولي بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات والعمل الرائع الذي انجزه في هذا الصدد. السلام عليكم خصص جلالة الملك محمد السادس نصر الله حيزا مهما من خطاب جلالته بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة للحديث حول القيم المغربية الأصيلة والتي قال جلالة الملك بأنها منظومة متجدرة في وجدان المغاربة وبوصلة المجتمع المغربي لتجاوز الأزمات والمضي قدما نحو المستقبل تقرير ليلى عسلي وأحمد حمري الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحالية أكد على عمق القيم المغربية الأصيلة التي برزت خلال زلزال الحوز من خلال مظاهر التكافل والتضامن بين مكونات المجتمع المغربي، قيم دينية وروحية وقيم وطنية و قيم التضامن والتماسك الاجتماعي دعا جلالته الى مواصله التشبت بها اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحده الوطنيه والتماسك العائلي وتحصين الكرامه الانسانيه وتعزيز العداله الاجتماعيه القيم الروحيه والدينيه المستمده من الدين الاسلامي الحنيف على المذهب المالكي المتميز بالاعتدال والتعادل والتسامح وكذلك بقيم بالقيمة الأخرى وهي أن الملكية الدستورية حيث أن الملكية تشكل صمام الأمان في هذه البلد وكذلك تشكل النقطة التي يجمع عليها المغاربة قاطبة كما ركز على المجالات على القيم الوطنية المبنية على التضامن الاجتماعي والتسامح وفي ظل هذه القيم الوطنيه لم يفوت جلالته بان يتحدث عن الاسره. اولا الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان لهذه السنه كان غنيا. وهذا الغنى تجلى في ان جلاله الملك اعطى اولويات جديده للامه المغربيه وللبرلمان وللمواطنين وهذه الاولويات تتجلى في اعاده الاعمار للحوز وذكر بان المغاربه يعيشون بالقيم. ويجب ان يحافظوا عليها، وبالتالي فان هذه القيم ظهرت من الناحيه العمليه في تضامن الحوز وظهرت كذلك بترسيخ مفهوم التضامن على اعلى مستوى وان جلاله الملك كامير المؤمنين فهو الضامن لهذا الشعب ولهذه الامه فهو ذكر بهذه القيم وهو يعيش بها ونحن نعيش معه بها وبالتالي فقيمتنا في قيمنا. اشاده ملكيه بالجهد والتضامن لمواصله مسار التنميه بكل ثقه وتفاؤل ثلاثه قيم هي اساس صلب للتغلب على التحديات ابرزها التضامن والتازر الذي ما فتئ يجسده جلاله الملك محمد السادس نصره الله في مختلف المواقف الانسانيه بالتفاتاته الكريمه التي تعبر عن تضامنه وعطفه المولوي مني كان كنشوفوا صور جلاله الملك ملي كان كيعطي الدم في جنف الزلزال كنشوفوا الان في البرلمان يعيد الاعتبار للقيم بان وحده المجتمع المغربي وهذا التصريح دياله وحده المجتمع المغربي واستقرار الاسري ينبني على القيم لان في اخر المطاف القبه لبطل البرلمان نفسها شنو هو اللي كتخلي القوانين تكون في مستوى التطلعات لانها مبنيه على القيم قيم العداله قيم الانصاف قيم المسؤوليه قيم المواطنه وبالتالي القيم ذاتها في الخطاب الملكي هي اعاده اعتبار واللي كل مؤسسه اخرى خصها تاخذها كدرس لتحسين وضعيه القيم في الممارسات والسلوكات سواء الاجتماعيه او السياسيه او الاقتصاديه روح وقيم نبيله اعتبرها الخطاب الملكي السامي ركيزه اساسيه لوحده وتماسك المجتمع المغربي قيم الاسلام السني الملكيه القائم على اماره المؤمنين الذي يدعو الى الوسطيه والاعتدال والانفتاح والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات وقيم وطنيه قائمه على الملكيه وقيم اجتماعيه تجعل من المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا سلط الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتريش الضوء في تقريره الاخير الى مجلس الامن حول الصحراء المغربية على سياسة اليد الممدودة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إعادة العلاقات مع الجزائر إلى الوضع الطبيعي التقرير الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة رسميا على موقع الإلكتروني أورد الجزائر عشرين مرة مؤكدا ومكرسا أنها تعد بالفعل طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي المفتعل محمد رضا العبيدي تأكيد دحض وإشادة عناوين ثلاثة تختزل تقرير الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الى مجلس الامن حول الصحراء المغربية نتوقف عند تاكيد الامين العام علي ضلوع الجزائر في هذا النزاع الاقليمي المفتعل الجزائر أوردها التقرير لعشرين مرة ليفند حيادا مزعوما ويدعوها باعتبارها طرفا معنيا إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول وفقا لقرار مجلس الأمن 2654 جوتيريش سلط الضوء على تناقضات صارخة لموقف الجزائر التي تسعى بكبير سذاجة إلى التسل في دولة مراقبة وكان المنتظم الدولي لا يدرك حقائق الامور. تاكيدها على انها دوله مراقب بطبيعه الحال اصبح لا ينطلي على المجتمع الدولي من منطلق انها تقوم بكل ما يمكن القيام به من افعال يعني مزعزعه للاستقرار ولتعطيل طبعا ادوار يعني جهود بعثه المينورسو في المنطقة وضع غير مقبول استعرضه الامين العام للامم المتحدة الذي انتقد الجارة الشرقية التي تواصل معارضة صيغة اجتماعات الموائد المستديرة في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الامن كل المعطيات وكل العناصر الجوهرية تؤكد ان الجزائر طرف رئيسي في النزاع الاقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية وانها يجب ان تساهم بما يتناسب مع دورها ومسؤوليتها في اختلاق هذا النزاع المفتعل واحتضانها لجبهه البوليزاريو مسؤوليه جزائريه ثابته في استمرار النزاع ومعاناه المحتجزين تقابلها تنميه سياسيه وسوسيو اقتصاديه هي اليوم محط اشاده واسعه التقرير المرفوع الى مجلس الامن خصص حيزا هاما لزيارة المبعوث الشخصي ستيفان ديمستورا إلى العيون والداخلة وهناك نهضة تنموية لا تخفى معالمها وقف عندها المبعوث الشخصي أثناء لقاءاته مع المنتخبين المحليين والأعيان وشيوخ القبائل الصحراوية والمجتمع المدني ومعاينته الشخصية للبنيات التحتية الهامة التي تم إنجازها من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للصحراء المغربية في إطار الحرية التامة التي وطيت للمبعوث الشخصي في اختيار المجالات والأشخاص والشخصيات التي خلالها أعد هذا التقرير كان واردا أنه ينبني على مفهوم الحرية وعلى مفهوم المرتبط بالديمقراطية واختيار هذه الشخصيات وهذه المجالات وأعتقد أنه من ناحية أولى عبر عن ذلك من خلال الاشخاص الذين قابلهم والذين يعبرون عن هذه الاستقلاليه الاساسيه في 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 اقاليمنا الجنوبيه في الانتخابات في اختيار الشخصيات في اختيار المؤسسات في لقاء حتى بالهيئات ذات الطبيعه الحقوقيه وغيرها وهي امور كلها جاءت في هذا التقرير بشكل ايجابي كما انه عرج على مساله التنميه في الاقاليم الجنوبيه معالم التطور الحثيث تشهد بها أيضا مشاريع مهيكلة من قبيل الطريق السريع تزنيت الداخلة وميناء الداخل الأطلسي ومشاريع أخرى تجسد الدينامية التنموية المتسارعة التي استفادت خلال السنوات الأخيرة تحت القيادة الملكية من تمويل تجاوز 10 مليارات دولار في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية مناخ ديمقراطي واحترام لحقوق الإنسان وتنمية تضرب عرض الحائط ادعاءات مغرضة تجترها الجزائر وصنيعتها ادعاءات وترهات تنضاف إلى حرب وهمية لا نجد لها صدى سوى في إعلام هجين ألف البلاغات تعاقبت وما تزال دحضها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الجديد إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية بل وانتقد فرض ميليشيا بوليساريو لقيود وعراقيل على مراقبة المينورسو لعملية وقف إطلاق النار ومعها التحقق من صحة الحرب المزعومة التي تروج لها الجزائر بعقلية الزمن البائد منذ ثلاث سنوات يقابلها تنويه بتعاون وثيق بين السلطات المغربيه وبعثه المنورسو في الصحراء المغربيه. حرب مصطنعه هدفها التضليل وصرف الانتباه عن صلات ثابته واضحه لهذه المجموعه المسلحه بالارهاب والاجنده الانفصاليه التي تنفذها لحساب عرابتها الجزائر ومن يدور في فلكهما. اوهام تنسجها الجزائر لصنع وهم يلفظه التاريخ والشرعيه والقانون الدولي. والمستقبل ايضا. أسدل الستار امس الاحد بمدينه مراكش على اشغال الاجتماعات السنويه لصندوق النقد والبنك الدوليين. الجلسه الختاميه شهدت التوقيع على عقد الاجتماعات السنويه للمؤسستين الماليتين في بانكوك سنه 2026. وخلال هذه الجلسه اشاد رئيس مجموعه البنك الدولي بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات والعمل الرائع الذي انجزه في هذا الصدد عبد الحميد جبران وعثمان تازي. مراكش وجهة الملتقيات والتظاهرات العالمية الكبرى إليها اتجهت أنظار عالم الاقتصاد وهي تحتضن الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي موعد عالمي بارز حج إليه عشر ألف مشارك من مسؤولي المؤسسات المالية العالمية ووفود مختلف الدول إضافة إلى الخبراء والأكاديميين أسبوع كامل من التشخيص لواقع الاقتصاد العالمي والتفكير في آفاق ورهانات المستقبل كان أسبوعا رائعا وبحصيلة مهمة جدا بمشاركة كثير من الخبراء والمسؤولين من كل الدول العالم في حاجة إلى هذا الموعد العالمي لتنسيق الجهود الدولية في مواجهة التحديات الكثيرة التي يواجهها العالم أما التنظيم المغربي فكان متميزا وابهرنا جميعا. في سياق دولي تخيم عليه الكثير من الأزمات والتحديات السياسية الاقتصادية والبيئية، عاش العالم خلال السنوات الأخيرة على وقع تباطؤ النمو العالمي وارتفاع مستويات التضخم. فكانت الندوات واللقاءات المنظمة على امتداد الأسبوع فضاء للنقاش والتفكير حول سبل تعزيز التعاون والتنسيق الدولي. في القضايا الاقتصادية والمالية نهنئ المغرب على هذا التنظيم الاستثنائي والرائع كان هذا الموعد فرصة للنقاش الجاد حول مختلف القضايا والتي تهم الاقتصاد العالمي وخرجنا بأفكار وخلاصات ستفيد عالم الاقتصاد والمال العالمي لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه الرسالة الملكية السامية للمشاركين في الاجتماعات السنوية كانت أهم لحظات هذا الموعد وجاءت بتشخيص دقيق لواقع الاقتصاد العالمي مقدمة أفكارا وحلولا للمستقبل. موعد كان غنيا أيضا باللقاءات والمحادثات والاتفاقيات بما يخدم سمعة المملكة ومصالحها ادهشنا المغرب بهذا التنظيم الرائع والمحكم لم يكن الامر سهلا بهذا العدد الكبير من المشاركين من كل الدول نحن كافارقة فخورون بالمغرب ونتفاءل خيرا بمستقبل اقتصاد قارتنا. يسدل الستار اليوم على الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعات وبالاضافة الى الحصيلة المهمة لاشغالها كانت مناسبة لاعطاء دفعة اكبر للسياحة بالمدينة الحمراء والتعريف بما تشهده المملكة من نهضة واوراش، كما ترسخ اشعاع المملكة وقدرتها على تنظيم كبرى التظاهرات العالمية. شهدت مدينة الرباط صباح أمس الأحد تنظيم مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني تعبيرا عن تشبث الشعب المغربي بالدفاع عن القضية الفلسطينية والحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني. تقرير خديجة الجبلي مسيره تضامنيه مع الشعب الفلسطيني عبر المشاركون فيها عن تشبت الشعب المغربي بالدفاع عن القضيه الفلسطينيه والحقوق العادله والمشروعه للشعب الفلسطيني خرج الشعب المغربي في ساحة الرباط أمام البرلمان بكافة مكوناته الشعبية وأصنافها مؤيدين كعادتهم للقضية الفلسطينية القضية الأم لهذا الوطن ارتباطنا نحن المغاربة بفلسطين هو ارتباط وثيق هو ليس ارتباط المئة سنة ومئتين سنة هو ارتباط مرتبط بعقيدة بالعقيدة وبالدم وبالعروبه انا دائما هنايا يعني كنقوموا بهذه المسيرات باش نساعدوا اخواننا الفلسطينيين واكبر دليل على ذلك هو لجنه القدس المغرب دائما كان مع القضيه الفلسطينيه والحمد لله والدعم بيان كما كنشوفوا اليوم الصغار والشيوخ والكبار خرجوا في هذه المسيره كفلسطيني وعايش في المغرب بحب اشكر الشعب المغربي كثير على التضامن مع قضيتنا في غزه ومع قضيتنا الفلسطينيه وبحب اوجه رساله للشعب الفلسطيني في غزه بانه الشعب المغربي معنا قلبا وقالبا تضامن موصول يدعو الى سلام عادل يستند الى الشرعيه الدوليه. جئنا الى هنا لنشد على عضد اخواننا المألومين والمكلومين في غزه، نقول لهم اصبروا. احنا جينا اليوم نضمن مع اخواننا في فلسطين وغزه، واحنا ضد قتل المدنيين. انا فخور بالشعب المغربي اولا لأنني كنت معاه في ارض الساحه، آه هذا الشيء مشرف للعرب جميعا. دموع نزلت من الفرح اقسم بجلال الله من شفت الاطفال عرفت القضيه لن تموت ان شاء الله تنبغوا نوجه واحد الرساله باننا مع اخوان ديالنا في غزه قلبا وقالبا واننا معهم حتى الاخر حتى الاخر رمق قضيتنا قضيه الامه قضيه العرب وكوننا كعرب اننا معهم. أنا يا احبابنا اللي في فلسطين احنا شحنا قلوبنا معكم والله معكم دعاء ودعوات جماعيه لوقف تدهور الاوضاع في قطاع غزه بغيت نقول بان ما كاينش تمييز ما بين الحياه الفلسطيني والحياه ديال الاسرائيلي، وانا جايه بوغ لا بي، بغينا الشعب المغربي يبين اليوم بانه مع الفلسطينيين رسالتنا الاولى هي ان الشعب المغربي كان وما زال وسيظل على العهد مع القضيه اكدوا أننا نحن مع الشعب الفلسطيني من من ديما واحنا ضد قتل المدنيين قلق كانت وزاره الشؤون الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه المقيمين بالخارج قد عبرت عنه جراء الاعمال العسكريه وتدهور الاوضاع في قطاع غزه مع ادانه استهداف المدنيين وبقطاع غزه تتواصل معاناه الساكنه والمدنيين نتحول او نرى في انه في مدينه رفح جنوب القطاع التي لجا اليها الاف من الفلسطينيين من شمال القطاع بات من المتعذر ايجاد مواد غذائيه وسلع اساسيه نفس الوضع الانساني الصعيب يعيشه الفلسطينيون النازحون من المناطق الشماليه صوب مدينه خان يونس كما سنتابع في هذه المراسله للزميل صبح ابو زيد نحن الان متواجدون في احدى مدارس وكاله الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مدينه خانيونس بعد ان اعلن جيش الاحتلال لمواطني قطاع غزه وشماله باخلاء هذه المدينه باعتبارها منطقه عمليات عسكريه واستهداف المدنيين العزل والمنازل والتي دمر اغلب هذه المدينه لنلقي ما يعانيه هؤلاء المواطنون النازحون إلى هذه المدارس نأخذ إفادات حية من إحدى المواطنين الذين فروا من هذه القصف المتواصل عليهم من قبل طائرات الاحتلال حجة وصفينا الحالة وكيف جئتم هنا شردنا جانا من دون سيارات قالوا لنا اطلعوا من البيوت قالوا لنا اطلعوا من البيوت كنا طلعنا من البيوت ايش مشرد لو عملنا معنا صار يقصوا علينا يعني وين ما تيجي يقصوا علينا على اطفال على عجايز على زلام ما خلوا ولا واحد ضل شو من برصير ومن عبسان ومن قرارة ومن غزه اه كل الناس شردها وبعدين صار يقص وين ما تيجي وين ما تيجي حكونا قالوا لنا بس اطلعوا من البيوت والله وجينا هينا قاعدين في جنب الجمعه شايف ولا أكل ولا شرب ولا اجنه طبعا هذا هو حال النازحين الفلسطينيين في المدارس والمعاناه والكارثه كبيره جدا 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 لا توصف يعني الصوره خير مشهد لوصف هذه الحالة وناخذ افادة اخرى من احدى المواطنات الذين هجروا من منازلهم قصرا من قبل الاحتلال الاسرائيلي. احكي لنا ايش صار معك بالضبط. السلام عليكم اول حاجة الحمد لله نحن وصلنا المدارس السلام ويعني كل اطفالنا من صغيرنا لكبيرنا طلعنا من البيوت، احنا منطقة حدودية، منطقة خزاعة وكل الحدث صار عندنا والحمد لله انه وصلنا بسلام واليوم لنا تسعة ايام قاعدين في مدرسة الوكالة لا واكل ولا شرب كله على حسابنا بنشتري لا غاز ولا مية ولا كهرب ولا حاجة هينا قاعدين أنا بعيانا معي عجوز عمرها 85 سنة وقايم فيها رايح جايب ودي فيها الحمام أنا دشرت في البيت أم شهيد شهيد العودة جوزي مصاب والحمد لله وابن عمي مئة عندنا شهداء وعندنا جرحى عدد من الشهداء وعدد من الجرحى وفي من داخل الحدود ضايل كمان والحمد لله وأكثر من هيك شفنا نحكي يعني آخر طبعا المشهد مؤثر جدا هناك كارثه انسانيه كبيره يتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل ووقف هذا العدوان على المواطنين الذي ادى الى تشريد مئات الالاف من الفلسطينيين اضافة إلى طائرات الاحتلال كما تسمعون بكل أنواعها في لا تجوب في سماء قطاع غزة، والحالة الصحية الموجودة في المستشفيات بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية انهيار الدور الصحي والمستشفيات بسبب نقص الأسرة والأدوية والمعدات التي تستوعب عدد الإصابات والشهداء الذي وصل عدد الشهداء الى اكثر من 2600 شهيد والعدد في تصاعد واكثر من 8000 جريح حيث ان الحاله في هذه الوضع في قطاع غزه يحتاج الى تدخل عاجل بما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من إبادة جماعية لهذا الشعب الذي لطالما حلم أن يكون شعب حر يعيش في دولة وكباقي دول العالم للقناة الأولى صبحا وزيد فلسطين في موضوع آخر علم لدى مصدر عسكري أن وحدة تابعة للبحرية الملكية وفي إطار مهمة للبحث والإنقاذ قدمت مساعدة الأحد شمال شرق ميناء الطنطان وعلى بعد حوالي 20 كيلومتر من الساحل ل 59 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قارب مطاطي ومن ضمنهم ثمان نساء وأربعة قاصرين في المجال الفلاحي احتضنت الرباط أشغال ورشة عمل وطنية. الورشة تسلطت الضوء على إنجازات البرنامج الوطني مليون هكتار في البذر المباشر. سهام بخليفي ويسلم عزي. في اطار رصد وتقييم الانجازات المسجله في اطار الخطه الوطنيه لدعم الزرع المباشر تقنيه مهمه هدفها مقاومه التغيرات المناخيه وسنوات الجفاف حيث تساعد الفلاحين على الرفع من المردوديه بالرغم من قله او عدم انتظام التساقطات المطريه هذا النوع ديال الزراعه الحافظه كيمكن كي ان الفلاح يرفع من الانتاجيه ديالو باكثر من 30% وفي السنوات اللي كتكون ضعيفه وجافه كيقدم كي شي حتى 100% آه وهذا ارقام اللي هي لاحظناها وتبعناها، وهذه الورشه جات باش نعملوا واحد آه اولا تقييم ديال البرنامج لانه انطلقنا هذه سنتين ولكن لاحظنا انه كاين واحد الاقبال على التقنيات ديال اللي آه هي مقاومه للجفاف. <applause> سنناقش ما تحقق خلال السنوات الاخيره في اطار الاستراتيجيه الوطنيه 2030 ويمكننا القول اننا خلال السنه الثالثه من تطبيق هذا البرنامج حققنا 85 الف هكتار والسنه القادمه وضعنا كهدف 100 الف هكتار وسنناقش اليوم هل لدينا الادوات الضروريه خلال هذه الندوة تقييم لأهم النتائج في اطار تعزيز اعتماد هذا النظام الواعد خلال السنوات القادمة تماشيا مع الاستراتيجية الفلاحية الوطنية من خلال بلوغ مساحة مليون هكتار من البدر المباشر في افق سنة 2030 احنا عملنا مع خبراء في وزاره الفلاحه في في المبحث في المكتب البحوث الزراعيه مع القطاع الخاص كذلك اتصلنا بالفلاحين في الميدان باش نعرفوا شنو هي المشاكل اللي كتواجه الفلاحين باش انهم ما او لا ما يستعملوش هذه التقنيه وحاولنا اننا نخرجوا بهذه خريطه الطريق تقنية مهمة من شأنها أن تواكب الفلاحين في الرفع من المردودية ومقاومة الإكراهات المناخية خصوصا بالنسبة لزراعة الحبوب والقطاني التي تواجه موجات جفاف متكررة وتدهور للتربة ما يترتب عنه زيادة في تكاليف الإنتاج. في المجال الطبي احتضنت مدينة تطوان إشغال المؤتمر العلمي الثامن عشر لطب الأسنان. المؤتمر شكل مناسبة لإطلاع المشاركين على مستجدات في مجال التطبيب وجراحة الأسنان فالنشاكر العلوي وعبد العلي النوني هي فعالية المؤتمر العلمي الدولي الثامن عشر لطب الأسنان بتطوان التي تعرف مشاركة مهني هذا القطاع لتبادل خبراتهم بهذا المجال المتجدد والذي يعرف تطورات متسارعة والمناسبة فرصة لتسليط الضوء على أحدث التقنيات والأبحاث بعالم طب الأسنان بما يساهم في تجويد الخدمات العلاجية المتنوعة المقدمة للمرضى <تسجيل> كي كي فرصه لتبادل الخبرات والتطلع على اخر التكنولوجيات والتقنيات الفاليدي وفي نفس الوقت يرفع من مستوى مهنه طب الاسنان في المغرب على مدى يومين ندوات وورشات موضوعاتية حول كل ما يتعلق بصحة الفم وعلاج اللثة والأسنان والطرق الحديثة والتقنية المبتكرة المستعملة بهذا المجال وكذا التدخلات العلاجية المعقدة باستخدام أدوات التقويم سيتم عرضها بمعية أطباء خبراء مغاربة وأجانب لأجل تقاسم التجارب التي تروم تعزيز المهارات المهنية لدى المشاركين التقدم العلمي كيفرض علينا ان نواكب المعرفه الجديده خصوصا في سرعة الاسنان، في تبييض الاسنان، في في معالجة ديال المعالجه ديال الالياف العصبيه ديال الاسنان وهذا يتطلب دائما معرفه جديده واليات جديدة اللي هما كيواكبوا العصر بواحد السرعه كبيره بزاف. برؤية مستقبلية تروم الحصول على أحسن النتائج العلاجية ومواكبة التطور العلمي في مجال طب الأسنان يجدد أطباء الأسنان بجهة طنجة طوان الحسيمة اللقاء بنظرائهم من مختلف الدول عبر العالم ضمن موعدهم العلمي السنوي عبر برمجة المؤتمر الدولي الثامن عشر لطب الأسنان بتطوان وفي المجال الديني سلمت هبات ملكية من أمير المؤمنين لعدد من الشرفاء وشيوخ ومريدي الزوايا وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه تقرير أحمد بن خديجة والمعتصم بالله البعزاوي أشرفت لجنة ملكية على تسليم هبات ملكية لشرفاء ضريح الولي الصالح سيد المختار وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه كما تم تسليم هبه الملكيه لكل من شرفاء الزاويه سيد زوين والقائمين على ضريحي الامامين السهيلي والجازولي بمراكش. وبهذه المناسبه رفعت اكف الضراعة على العلي القدير بان يحفظ امير المؤمنين جلاله الملك وان يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الامير مولاي الحسن ويشد ازر جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وبسائر افراد الاسره الملكيه الشريفه. كما توجه الحاضرون إلى الباري جلت قدرته بأن يمطر شآبيب الرحمة والمغفرة والرضوان على روحي جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني تنظم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة البحث العلمي التصفيات الوطنية للمشروع الوطني للقراءة في موسم الأول بالمملكة التظاهرة تختتم بتحديد الفائزين في الأربعة في الأبعاد الأربعة للمشروع عبير محمد ومحمد المعصري فأن يتحدث عن سبل النجاح أو عن المفاتيح لعشرة النجاح أو قوة الحب والتسامح فهو بالتالي يناقش قضايا من شأنها أن تجعلنا نعانق الثريا قراء المغرب يتنافسون على لقب التلميذ المثقف والقارئ الماسي والاستاذ المثقف والمؤسسه التنويريه التي يتنافس عليها مؤسسات ثقافيه وتربويه واعلاميه في اطار التصفيات الوطنيه للمشروع الوطني للقراءه في موسمه الاول أتيت اليوم هنا لأشارك في الإقصائيات الوطنية للمشروع الوطني للقراءة وقد استعدت لذلك بمراجعة مدوناتي والاطلاع على بعض الأسئلة التي قد تسألني اللجنة إياها قمت بقراءة 80 كتاب لكنني شاركت ب 30 يعني ضعف العدد الذي يريدون في المشروع الوطني للقراءة يقوم على أهمية أو بيان أهمية فعل القراءة وهو ما لا يمكن أن ندركه إلا عندما ندرك أهمية الحرف الأول الذي نقرأه في حياتنا إن القراءة بالنسبة لي هي عادة هي ركن لا يتجزأ من حياتي اليومية هي أساس هي تشبت بالهوية كانت مقابلات على المستوى الإقليمي على سم المديريات ثم تلتها المقابلة على المستوى الأكاديمي يعني الأكاديمية الجهة والتربية والتكوين ثم النهائية أهل 39 أستاذ مثقفا لهذه النهايات التي سيترتب عنها نجاح عشر متبرين وينطلق المشروع الوطني للقراءة في المملكة المغربية في نسخته الأولى بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية نهدف إلى تحويل المجتمع المغربي إلى مجتمع قارئ بالتعاون مع الوزارات المعنية وإن شاء الله تعالى تتوسع تتوسع أطر التعاون مع بقية الوزارات، ثم تتوسع أطر المشاركة على مستوى المملكة كلها إن شاء الله. ثم نصل إلى مجتمع قارئ يعيد ويضع الجهة المغربية بالمستوى الذي يراد لها محليا واقليميا وعالميا إن شاء الله. ويجري التحكيم عبر لجان تضم مختصين من مؤسسه البحث العلمي ووزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه تمهيدا لاعلان الفائزين الاوائل والفائزات على مستوى المملكه في جميع المنافسات في الحفل الختامي. نمر للصفحه الثقافيه للنشره والتي ستنقلنا الى فضاء جامعه الاخوين بمدينه افران بالفضاء نظم الفنان العالمي عبد القادر البشير ورشه عمل مع الطلبه تمحورت حول الخط والموروث المغربي، عبد الرحيم بن شيخي واحمد الفاضلي. سر حرف الباء في نقطه الباء وسر كل الحروف كنز في حكم الخفاء. هكذا ينتصر الفنان العالمي عبد القادر بن البشير للغه من خلال البحث في فنون الخط والتعامل مع اسرار داخل اللوحه حتى تصبح فضاء روحيا يوحي بطمانينه من نوع خاص. اللي تعلمنا في اطار هذه الورشه الخط المغربي وخط الثلث والفرق بين هذه الانواع ديال الخطوط هذا آه هذه آه فرصه كبيره ان الطلبه وحنا كمغاربه نتعلموا هذا الفن كنشكر الجامعه ديالي اللي عطاتني هذه الفرصه هذه باش نحضر في هذا المعرض هذا ونشوف ونسمع الفنان الكبير عبد القادر البشير اللي اعطانا بزاف ديال المعلومات بالخصوص ديال دل... هاد اللوحات هادو اللي عندهم بعد اللي آه... كيفكرونا صراحه بالخط العربي الاصيل ابتداء من هذه الدوره نعطي دروس في آه الرسم في الفن التشكيلي وفي الخط العربي وكذلك في تذوق الموسيقي لم يكتف الفنان بالعرض بل جمعهم حول ورشه كي يلمسوا الحرف بايديهم ويسترقوا سر كتابتهم فيمر تيار بين الأنامل والقلب ثم النفس ثم الإدراك هناك مجموعة من اللوحات تقريبا 30 لوحة تجسد الحرف العربي وتجسد الكلمة الطيبة واسم محمد صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الخطوط العربية من بينها الثلث وكذلك الديواني والمغربي كذلك هناك لوحات تجسد المآثر التاريخية الإسلامية المغربية من زليج وكذلك رموز أخرى صراحة تعلمنا بزاف على الخط العربي وباللي راه ماشي غير كتجي وكتكتب بالخط العربي ولكن كاين بزاف ديال المراحل بزاف ديال الحوايج اللي دي كيداروا من قبل وكتبنا احسن نايم اللي هو احسن سميه اللي هي سميه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من معرض وورشه بل محراب دعا اليه الفنان عبد القادر بن البشير الحرف الى جامعه فاصبحت الجامعه مجمع حروف الاثنين السادس عشر من اكتوبر ينطلق الموسم التلفزي الجديد للقناه الاولى القناه اعدت شبكه برامجيه غنيه ومتفرده يطلعكم المهدي محب على أبرز برامجها أبقى والو كل واحد فينا يمشي في حالاته ويعيش حياته هاني مهني خديجة شنو واقع؟ جمهور الأولى القناة الرئيسية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سيكون على موعد مع شبكة برامج جديدة للموسم التلفزيوني 2023/2024 تم إعدادها بالجدية المطلوبة كفلسفة عمل سعياً إلى مواصلة شغف إرضاء المشاهدين بتقديم خدمة سمعية بصرية عمومية في مستوى تطلعاتهم وتتسم بإثراء حياة الناس بالمعارف والمعلومات والترفيه والتفاعل. قناة الأولى تضرب مع مشاهديها موعدا دراميا جديدا يراهن على تكريس مكانة القناة كقبلة رئيسية لمشاهدي الدراما التلفزيونية المغربية الأمر يتعلق بمسلسل إلى ذاق الحال الذي ينقل المشاهدين إلى قصة زينب وفرح وعتيقة ومسيرتهن الشجاعة والمضنية لاستعادة حقوقهن ضمن سرد ساحر يخاطب قيمنا ونظرتنا إلى الحياة انا مزوقه في قطع مو ستريني الله يرحمك الوالدين انا عم سحتو ابشو يعني كاختي فرح بشويه راه مازال الحال كون غير ستو 3 مازال شويه وفي موسمها الجديد تقدم القناة الأولى باقة متنوعة من الأفلام السينمائية ميكا نساء الجناح جيم جبل موسى النزال الاخير وعاشورا هي عناوين اعمال تقدم قصصا مختلفه ومثيره ومشوقه في عالم الفن السابع لمخرجين مغاربه من مختلف المدارس الفنيه انسجاما مع الدعم الكبير الذي توليه الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه للسينما الوطنيه. اسمعني مزيان، انت ماشي بحالو غادي نعاونك ولكن خصنا الدراري فهمتيني؟ وتكريسا لتميزها على مستوى الوثائقيات، تقترح الاولى على مشاهديها يوميات الكثير من المهن والانشطه، فيها اكتشاف لقصص انسانيه ومسارات مختلفه لممارسيها ضمن الوثائقي وراء الستار. وفي الموسم الجديد تؤكد الاولى التزامها بالبرامج الرئيسيه والمواعد الكبرى. التي ترسي بقوه عروضها الخاصه بالترفيه العائلي والموسيقى والقصص الوثائقيه والتحقيقات والتي تمثل ركائز اساسيه ضمن جدوله الشبكه البرامجيه. هذه المواعيد الراسخه تمثل رهانا ثابتا منذ سنوات عديده كما تشكل الحمض النووي للقناه وهي معالم ثابته في المشهد التلفزيوني ينتظرها المشاهدون الاوفياء بفارغ الصبر. للا العروسة ستاند اب وجمعة نزينة برامج تجمع بين الأجيال بفضل روحها القائمة على العائلة حيث تقدم ترفيها عائليا يتجاوز الأزمنة والأجيال مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي صدى الإبداع من جانب آخر تواصل القناة الأولى اهتمامها بالثقافة سواء عبر الإنتاجات الداخلية المتنوعة والخارجية وذلك من خلال برامج عبق التراث وصدى الإبداع وبين البارح واليوم ومسرح الأولى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي نادي المرح وبالنسبة إلى الطفولة والشباب تخصص الأولى برمجة مناسبة لهذه الفئة من خلال برامج نادي المرح مغامرات زينب ونفنوف ووليدات بلادي. هي اذا شبكه برامج متنوعه وفريده تعكس الهويه الوطنيه المتعدده وتتيح للمتابعين فرصه الاستمتاع بتجربه مشاهده متميزه لكل الاذواق. غادي ان شاء الله في دار الضيافه. بين وعلاقه بالدخول التلفزي الجديد سيطرا تغيير على مواعيد بث النشرات الاخباريه على القناه. الأولى والتي ستكون ابتداء من يوم الاثنين في الأوقات التالية أخبار الظاهرة في الساعة الواحدة بعد الزوال الأخبار بالأمازيغية والإسبانية في الساعة الثانية بعد الزوال الأخبار بالفرنسية في الساعة السادسة والنصف الثامنة والنصف سيكون الموعد مع النشرة الرئيسية والأخبار الأخيرة حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلاً أفاد بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الآخر هو يوم غد الثلاثاء السابع عشر من أكتوبر 2023. أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكية الأمير الجليل مولاي الحسن وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهنا وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار. حالة الطقس المرتقبة خلال الساعة القادمة من يوم الاثنين عبر ربوع المملكة نتعرف عليها الان مع لبنى بن الرامي اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الى النشرة الجوية المرتقب بمشيئة الله أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بالمناطق الأطلسية للمملكة مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية بالنسبة لدرجات الحرارة ستصل مقاييسها إلى 32 درجة بوجدة 33 درجة ستسجل بمراكش السمارة الداخلة والقويرة وأما حالة البحر سيكون هادئا على السواحل المتوسطية هذه إلى قليل الهيجان بسواحل البوغاز قليل الهيجان بالواجهة الأطلسية وسيكون محليا قليل الهيجان إلى هائج ما بين المحمدية وترفايا نشكركم على طيب المتابعة مشاهدينا إلى اللقاء نهاية النشرة أذكركم الآن بأبرز عناوينها جلالة الملك يخصص حيزاً مهماً من خطاب افتتاح السنة التشريعية الجديدة للحديث حول القيم المغربية الأصيلة كمنظومة متجدّرة في وجدان المغاربة وبوصل لتجاوز الأزمات ومضي قدماً نحو المستقبل. تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية. يشيد بديناميه التنميه في الاقاليم الجنوبيه للمملكه ويؤكد على ان الجزائر طرف في النزاع الاقليمي المفتعل حول مغربيه الصحراء ازداد الستار بمدينة مراكش على أشغال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وإشادة من رئيس مجموعة البنك الدولي بحسن تنظيم المغرب للاجتماعات والعمل الرائع الذي أنجزه في هذا الصدد 이래 레가.